كان عندك مجموعه بتشتغل عليهم الموسم اللي فات والموسم اللي قبله، انضم لك مجموعه جديده، فده اللي لسه يعرفوا طباعك، يعرفوا طريقه شغلك، يعرفوا تتعامل ازاي. انت نفسك بتبقى حاسس ان في مجموعه هتخش على المجموعه دي، فانت عايز تبقى المجموعه دي شبه المجموعه اللي فاتت. الفتره القليله دي لما المجموعه الجديده دخلت، حسيت بايه من المجموعه الجديده؟ والله يعني دخلوا اندمجوا معانا بسرعه. اللي احنا عندنا سيستم وعندنا رولز او قواعد في الفرقه بنشتغل عليها، فاول ما بيجي اللعيبه الجديده او اللعيبه اللي بتنضم لنا بيخشوا بيشوفوا الدنيا عامله ازاي، النظام، السيستم، كل الناس اللي جت ناس بروفيشنال، ناس لعيبه كبيره واسماء كبيره جايه تعمل حاجه في نادي البنك الاهلي. فما حسيناش خالص ان اللعيبه دي يعني جديده علينا. مظبوط. يعني انت لو كلمت ابو جبل كلنا عارفينه طبعا، احمد توفيق، اسلام جابر، اسامه فيصل، تجديد اعاره كان موجود، حمدي علاء، انا بقول لك هيبقى قنبله الموسم. لعيب جامد جدا، هاف ديفندر، بيلعب في نص الملعب في مراكز كتير، حاجه جميله قوي. حمود الجزار، مدافع من الجونه برده، شخصيه هاديه. خلي بالك احنا لما نيجي نختار، خلي بالك اختيار بيبقى من خلال كابتن خالد ومن خلالي طبعا رئيس النادي والمشرف على الفرقه اللي هو اشرف استاذ محمد، بنختار اللعيب فنيا وسلوكيا. هايل، وحياة ربنا كريم، عشان انت يعني اصل في ياما لعيبه كانت هايله جدا فنيا بس تعمل لك مشاكل كده وتبوظ لك الفرقه كلها سلوكيا وفنيا. طيب. والحمد لله يعني ما حسيناش باي فرق، ان احنا كمان محافظين على 70% من قوام الفرقه بتاع السنه اللي فاتت. هايل.